شيخ مظهر شاهين. شيخ مظهر اهلا بيك. مثلنا عليه شيخ مظهر. كرام اهلا وسهلا. اهلا بيك، تفضل شيخ مظهر تفضل. اولا يعني الكلام اللي ذكره الدكتور عمر فيما يخص الحق التاريخي او الحق الديني لليهود في اسرائيل، واستدل بالايه رقم 21 من سوره فلسطين. يا شيخ مظهر في فلسطين. في فلسطين اسف. واستدل بالآية 21 في سورة المائدة. أيوة. هذا الكلام يعني الحقيقة غير صحيح. أيوة. وأرجو أن هو يكمل الآيات لحد. أيوة. الآية رقم 24. أيوة. إن هو قرأ قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. دي كانت دعوة موسى. ردهم هم على موسى كان إيه؟ أيوة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ردوا مرة ثانية وقالوا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. وبالتالي هذا الكلام أو هذا الدليل لا يصلح في هذا المكان، وهم ليس لهم حق شرعي ولا حق تاريخي. ده رقم واحد. رقم اثنين، أنا دمعني بالدكتور عمر الحقيقة لقاءان، وهو على المستوى الإنساني إنسان شخص يعني ودود ومحترم. اللقاء الأول كنت في منزل أحد الأصدقاء المحترمين وكان هو موجود، ما كنتش أعرفه الحقيقة، فيتعرفنا على بعض وخد تليفوني وخد تليفونه وبعدين مشيت. بعدها فترة كلمني قال لي عاوز أشوفك وأزورك، قلت له والله أنا في المكان الفلاني. فجيه زارني وكنا في المسجد، قعد معايا عرض علي بعض الأفكار. الحقيقة أنا يعني في وقتها لم أقتنع بأفكاره يعني اللي كلمني فيها، فأنا قلت له الموضوع محتاج دراسة ومحتاج نتأمل شوية ونفكر في هذا الموضوع وخلافه، وبعد كده ما شفتوش لحد النهاردة. أنا بقول الكلام ده علشان بس أثبت حقيقة. هو من شوية ذكر والدكتور سيد قال فيما يخص موضوع زيارة بعض الحاخامات إلى جامعة الأزهر الشريف. الدكتور عمر ذكر أنه اللي قابلهم الدكتور بكر زكي. أنا عايز بس يعني شهادة لوجه الله، الدكتور بكر مش موجود، لكن أنا موجود وسمعت هذا الكلام من الدكتور عمر شخصيا. الدكتور عمر قال لي في هذا اللقاء إنه لما زار جامعة الأزهر وقابل الدكتور بكر زكي، ما كانش الدكتور بكر زكي يعرف إن اللي جايين يزوروه دول حاخامات، وإن هو قدمهم بصفتهم دارسين أو باحثين في الأديان، وإن الدكتور بكر قابلهم وقعد معاهم بهذه الصفة مش بصفة إن هم حاخامات. وبعد ما هم رجعوا أمريكا تاني نشروا الصور وتفاصيل اللقاء اللي دار بينهم وبين الدكتور بكر، فلما بلغ الامر للدكتور بكر وعرف ان اللي كان قاعد معاهم دول حاخامات وما كانش يعرف هذا الكلام استنكر هذا الامر. انا بقول الكلام ده شهاده قالها لي الدكتور عمر بنفسه شخصيا في اللقاء الثاني اللي هو بمعني بيه، وده كان تقريبا من حوالي سنتين من دلوقتي، يعني من قبل سنتين من دلوقتي. فأنا بقول دي شهادة. ما هو هنا تعمد إنه اللقاء يتم ويحدث الصدى والضجة والأثر وخلاص. لم تكن الجامعة على علم ولم يكن الدكتور بكر زكي على علم وقعد معاهم بصفتهم باحثين في الأديان، وبعد ما رجعوا أمريكا نشروا تفاصيل اللقاء، فالدكتور بكر اضطر إن هو ينفي إنه كان على علم بهذا الأمر. أنا بقول شهادة، يمكن الدكتور بكر ما يعرفش إن أنا أعرف هذا الموضوع. أما فيما يخص بقى جامعة الأزهر تروح إسرائيل، هذا الكلام أنا شايفه أنه كلام عبثي مع احترامي للجميع. جامعة الأزهر يؤتى إليها ولا تذهب إلى أحد، ولو كان جامعة الأزهر تذهب إلى أحد فهناك من هم أولى من أصدقائنا وأحبائنا، تروح الإمارات، تروح الأردن، تروح السودان، تروح اليمن، تروح أي دولة شقيقة. ومع ذلك إحنا بنقول حفاظا على المنهج الأزهري، مصر الأزهر في مصر زي الهرم في مصر كده، ما ينفعش نطلعه من مصر لأي دولة تانية، بنتميز بيها وبيتميز بينا. ممكن نصدر بعض العلماء، ولا بيحصل دلوقتي، علماء بيروحوا كازاخستان، علماء بيروحوا السعودية، علماء بيروحوا هنا بيعلموا الناس بالمنهج. مش لازم أحط يافطة وأقول جامعة الأزهر في إسرائيل. إذا كان إحنا
التزاما بموقف الازهر الشريف. يعني جات لنا، انا شخصيا جات لي اكثر من دعوه لزياره فلسطين وزياره الاقصى الشريف، ومع ذلك رفضت هذه الدعوه احتراما والتزاما بما قرره الازهر الشريف. ده قداسه البابا طوادوس نفسه والاخوه المسيحيين ملتزمين بقرار الازهر. يقوم انا اقول اودي هناك اساتذه ومناهج ودراسه، وشيخ الازهر يروح بقى يزور المناهج والمعاهد، لا نودي مناهج في من في لكن. والحاجه الاخيره، انا الاستاذ البدرشين سال من شويه، وانا هعلم مين، اليهود ولا المسلمين؟ انا مش فاهم يعني. يعني انا هعمل معاهد هناك عشان يدرس فيها اليهود؟ هنلغي الفيزا، مفيش فيزا، ولا يدرس فيها المسلمين؟ انا مش فاهم. هنلغي الفيزا، يذهب الى فلسطين الا بعد ان تتحرر فلسطين، والكيان الصهيوني هو كيان معادي، ويجب ان نتعامل معه على انه كيان معادي، ولا يجب ابدا ان احنا نحط الازهر في جمله مفيده مع اسرائيل او مع التطبيع او خلافه. شيخ الازهر له هذا الموقف، ونحن كازاهره ملتزمين بموقف الامام الاكبر وموقف الازهر الشريف. شكرا. ونرفض هذا الامر مطلقا. طيب. مع احترامي لكل الموجودين معه.